اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بعد الفاصل انضم لنا كابتن محمد محمود مدرب سلمى في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. منورنا والف مليون مبروك. اكيد انت وكابتن محمد حمدي قبل كده كنتوا اسعد الناس النهارده بانجاز سلمى. اكيد طبعا انجاز سلمى اعتبره انجاز مش عادي، يعني هي عملت حاجه ثلاث مرات اول عالم ما شاء الله. تاني حاجه هي حافظت على اللقب من 2018، بطوله 2018، ودي حاجه كويسه جدا. طبعا حاجه صعبه. وسلمى عامه عملت حاجه في البطوله دي مختلفه عن اي بطوله ثانيه. ايه؟ يعني البطوله دي كنا معودينها على اسلوب معين في طريقه اللعب، جوه المنتخب اتغير، فكان استوعبته بسرعه. اتغير واستوعبته بسرعه، وكان الموضوع ده هيعمل مشكله ان هي ممكن الاثنين يدخلوا على بعض. قدرت لوحدها ان هي تلعب بالاسلوب بتاعها اللي هي بتلعب بيه في كل البطولات، والحمد لله لعب بالاسلوب بتاعها ونظمت كل حاجه لوحدها ووصلت خالص اول ما شاء الله. طب قول يا كابتن سلمى بتتمرن ازاي؟ يعني تمرينها في النادي الاهلي بتتمرن كام تمرينه في الاسبوع؟ لو عندها بطولات وبتحضر ليها بتعمل ايه؟ سلمى بتتمرن ثلاث مرات في الاسبوع. ما شاء الله برضو. يعني السر في المعامله، يعني معامله سلمى هو لازم تتعامل المعامله بتاعه اللعيبه الطبيعيين. يعني انا بتعامل معاها ان انا ازاي اديها المعلومه اللي اي لاعب طبيعي بياخدها، وهو ده السر في ان اي حد عاوز ينجح مع فرق سلمى كلها. هو ما يتعاملش معاهم ان هم في حاجه خاصه لازم اتعاملها معاهم. برافو عليك. بالعكس. برافو عليك. هو اللي متغير بس هو الاسلوب اللي انت بتوصل بيه المعلومه فقط ليها. نعم. انما الاجتهاد واحد. صحيح. العزيمه واحده. اسلوب التمرين واحد. معلش انا اسف يا كابتن، اختلف معاك. العزيمه اكتر. والله يا كابتن العزيمه اكتر. يعني سلمى بامانه وهي في الاستوديو ادتني انا عزيمه واراده. فعلا. لان هم بيبقى عندهم نقاء داخلي عن اي حد تاني واراده. ودي الاختلاف الشخصي ليهم. انما في الاسلوب اللي انت تتعامل معاهم بيهم لازم تتعامل بالاسلوب الاحترافي البحت اللي هو العادي خالص. ما تعملش اي حاجه زياده تقول انا اعملها كويس شويه عشان هي مثلا أو تبالغ فيها. لا الكلام ده غلط. الكلام ده ما يعملش بطل. فهي قدرت ان هي تعمل ده واجتازت ده. وطبعا احنا كل ده بالدعم الكبير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طبعا طبعا. وامبارح الكابتن محمود في لقائه اشاد بالفريق واشاد بزملاء سلمى. طبعا. وده مهم النادي الاهلي بيعملها قوميه الحقيقه، بيرعى 60 لاعب ولاعيبه من دوري. ما شاء الله. حاجه جميله جدا بفضل طبعا مجهودكم يا كابتن. الحمد لله. واحنا عندنا كمان عندنا قدوه في الكاراتيه، عندنا الدكتور مهند مجدي. طبعا. وهو دكتور اسنان وبطل عالم وعضو مجلس اداره في كيان كبير، يعني من اكبر الكيانات في العالم النادي الاهلي. صحيح. وعندنا رئيس جهاز هو داعم يعني للمدربين في كل حاجه، الدكتور مراد عاصم. طب خلينا يا كابتن نسال سلمى سؤال كده. اتفضل. سلمى بتحب ايه في الاكل؟ بتحب تاكل ايه؟ انا بحب كل حاجه. يعني بتحب تاكلي مثلا يعني بتحب تاكلي حاجات مميزه، الحلويات اكتر، بتحب تاكلي ايه؟ لا اكل عادي يعني. فاصوليا. ايوه. ملوخيه. فاصوليا ملوخيه كلنا بنحبها. ايه تاني؟ بحب كل كلون. بتحب الشوكولاته؟ شوكولاته. بتاكلي شوكولاته كتير؟ لا مش كتير قوي يعني. عشان اسبوع شويه شويه كده. تمام. وايه تاني بتحبيه في الاكل؟ هو في الطاسس ماما لالا. ماما بتعملها لك صح؟ طب قولي لي يعني. طيب احنا يعني ما شاء الله دي حاجه بتريح اي والد ووالده ان يكون ابنهم او بنتهم بياكلوا كل حاجه. طيب قولي لي مين اكتر واحد بيتعب معاكي في التمرين؟ بيروح معاكي التمرين دايما، بابا ولا ماما؟ الاثنين بيتعبوا معايا كتير قوي. الاثنين تعبوا معاكي كتير؟ انا ماما تعبت قوي كل يوم. هو مع كابتن بتاعي مهاني عشان مهاني انا قويه. عشان هو تعب معايا كتير قوي معايا. تعبوا معاكي. والمدرب كمان بيتعب معاكي. طبعا. انا احبه مش غيره. طب يعني قول لي برده يا كابتن، يعني سلمى يعني طب ايه اكتر حاجه ممكن تضايقها؟ يعني ما تهزرش هزار اللي هو مثلا ايه لو ما عملتيش ده هعمل كذا، يعني ما حدش يتعامل معاهم باسلوب العقاب الكلام. ايوه طبعا. او كلام ليه معنيين. فهم ما يتحملوش الهزار. البراءه يعني. البراءه طبعا. اسال اسئله مباشره. اسال في حاجات موجود. وهو ده سر النجاح معاهم. يعني انت بتعامل ذاكره مش مخ بيفكر ويديك نتيجه. المدخلات اللي انت بتديها في الذاكره دي هي اللي بتطلع النتائج اللي انت عاوزها. الله ينور عليك. فكل ما بتدخل مدخلات صح هي ما بتيجي تطلبها منه بتطلعها صح. فانت بتعامل الذاكره دي
كل ما بتحط فيها مبادئ وسلوكيات ومهارات مكتسبه كويسه جدا كل ما هي تديها لك. صحيح. فهو ده الـ الاسلوب اللي اتعامل بيه مع سلمى. عشان كده عاوز تخليها تجاوب كويس ولها الاسئله والاجوبه هتجاوب عليك كويس جدا. طب قولي يا سلمى، انت لما بتركبي الطياره راح ابقى بطوله. طبعا. هنركب الطياره. ايوه طبعا. بتقلقي من الطياره ولا بتحبي تركبي الطياره؟ انا بحب الطياره طبعا. بتحبيها جدا؟ هو الطياره زي العربيه بالظبط. زي العربيه؟ برافو عليكي. مين قال لك ان زي العربيه؟ ماما هيجي كده. صح. هيجي كده العربيه زي الطياره. زي الطياره بالظبط. احنا سافرين يعني كده وكده يعني. صحيح. يعني انت بتحبي تركبي الطياره؟ انا بحب الطياره قوي كتير. طب لما بتركبي الطياره وتنزلي البلد اللي احنا رايحينها طبعا بتحبي تشوفي الاماكن الجديده؟ بتحبي تشوفي مثلا ايه الجديد عندهم؟ بتبقي مبسوطه يعني؟ انا قصدي اقول لك بتشوفي اماكن جديده بتبقي مبسوطه ولا عايزه ترجعي القاهره او ترجعي مصر؟ لا الجو حلو. هناك الجو حلو. برافو. بعده جميل يعني مش كتير يعني. انا جد مصر حلو برضه مش من ساعة شوية. بس يعني انت حابة بتحبي تروحي الجو هناك حلو وبتبقي مبسوطة. طب بتكلمي بابا وماما بالتليفون ولا بتكلميهم ازاي بقى؟ عادي التليفون عادي. عادي بتشوفيهم يعني بالسكايب مثلا ولا بتكلميهم على التليفون ولا بتسمعي صوتهم بس؟ أي حاجة. أي حاجة الاثنين. طيب يعني عايز برضه أقول يعني بيبقى في بابا وماما مثلا بيبقوا قلقانين عليكي؟ تحسي إنهم قلقانين عليكي ولا عشان أنت مع المدربين الدنيا تمام؟ لا مش لايقة عادي مبسوطة وأي حاجة خالص. مبسوطة بتقولي لهم أنت مبسوطة وكل حاجة وهم مطمنين عليكي. بتحس قلق من الأب والأم لما يكونوا سلمى بره؟ لا لا بالعكس. لا عادي بيبقوا مطمنين. هي زي ما قلت لحضرتك هم معلمينها كل حاجه ما شاء الله. تقويم سلوك كويس جدا، ازاي تتعامل مع الناس كويس جدا، مهذبه جدا جدا، ده ذكاء اجتماعي عالمي يعني ما شاء الله. انت بتتعامل مع حد هو طبيعي. لا لا سلمى لا ده اكتر كمان. يعني سلمى انا حاسس ما شاء الله يعني بحاجه جميله جدا. انا عايز اقول لك ان يعني مديها طاقه لكل الاستوديو. جميل جدا ما شاء الله.